الروح القدس. على مدى الأجيال تمر الكنيسة بظروف متنوعة، ودايما في حرب روحية بين الشيطان والكنيسة. من بداية المسيحية حتى إن القديس محمد حبيب يقول: سمعتم أن ضد المسيح يأتي، ولكن قصار الآن للمسيح أبطال كثيرون. وتزداد الحرب من عدو الخير كلما كانت الكنيسة ثابتة وراسقة ومستقيمة للإيمان. في ظروف مرت بها كنيستنا هي بصفة خاصة من بعد الانشقاق الكبير اللي حصل خلق الدنيا سنة 451. صارت مستهدفة من عدو الخير بصفة خاصة هي وكل الكنائس الخصوصية الشقيقة. لكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد أبدا. الكنيسة محفوظة بيد الله نفسه، حتى لو في دولات من عدو الخير يبدو انه نجح فيها. لكن لا نخاف على الايمان ابدا. حصل بعد مجمع خلق الدنيا هبوب شرس من الخلق الرومانيين، ضد الكنيسة الأرثوذكسية، وتزداد ضرارة هذا الهجوم لما يقترن بمساندة الملوك، لما يكون الملوك على مذهب معين ليستخدموا كل قوتهم ضد الطرف الآخر. لما انشقت الكنيسة الغربية عننا كرسي روما والقسطنطينية، تماسكت كنيستنا، وكان الإيمان الأرثوذكسي ينتشر في كنيستنا، وكرسي أنطاكيا برضه ولا سيما ايام القديس سيريس الانطاكي بدا يبقى قوه معانا، واورشليم. وكان المنطقه العربيه كان يوجد لنا ممالك عربيه مسيحيه، كل المنطقة العربية اللي هي
كانت ممالك مسيحية أرثوذكسية، عشان كده لغاية دلوقتي ممكن يكتشفوا آثار في البلاد العربية للكنائس القديمة أوي. وكل الأماكن دي كانت ولاءها لكنيسة إيمان كنيسة الإسكندرية. ونفاه وقتله
انسدت في الحرب. فممالك العرب خدوا موقف مرغوب. هم بعد كده يدخلوا في حرب مع الفرس. فالعرب وقفوا محايدين، لا يساعدوا لا دول ولا دول. فالروم ما قدروش على الفرس. وتوالت الهزائم. الناس المخضرمين في هذا الأمر راحوا للملك قالوا له إن إحنا مش ممكن نحقق انتصار بدون مساندة العرب، فلازم نصلح العلاقات معاهم. فخرجت مساعي وبالفعل تم الصلح. مرة أخرى دخلوا في حرب مع الفرس والعرب سندوهم. وحققوا انتصار. الملك العربي اللي هو ابن الملك اللي قدر بيه، يعني اللي قدر بيه ابنه، هو اللي كان مسك الحكم بداله. وبغباء الامبراطور عمل فيه زي العمل مع ابوه، قال له لازم تتبع المذهب بتاع الملك، ازاي تبقوا موالينا وتريدوا مذهب اخر؟ قال له ما اقدرش. قال له مش ممكن، لازم. قال له ما اقدرش، مش ممكن. شعب الاهلي لم يقبله. فللاسف غدر بيه زي ما غدر بايه؟ بابيه. ومن تلك اللحظه الممالك العربيه فرقوا الحكم تماما. كان دايما بيتغزوا ويتعرضوا من مصر، فمصر كانت تحت الحكم الروماني. فلما اصبحوا موالين للفرس اصبح التواصل صعب، وفي نفس الوقت كان في منطقه فارس يسكن النصاطره. بعد حكم مجمع أفسس على مصر وأتباعه فهربوا من السلطان الروماني، فراحوا بقى عاشوا فين؟ في بلاد فارس. الكلام ده كان في القرن السادس. ومع مرور السنين اختلطوا بالمصادر وتأثروا بالفكر المصدوري، وشوية شوية بعدوا عن الإيمان المسيحي تماما. وكان مين السبب في ده كله؟ الاضطهاد التنكيلوني. الكلام ده مكتوب لمؤرخ مسيحي ارثوذكسي اسقف اسمه يوحنا اسقف افسس، رسمه القديس يعقوب البلدعي اللي رسمه البابا ثيودوسيوس ال 33.
هو اللي سجل هذه الأحداث في القرن السادس. خلي بالكم من التواريخ، القرن الإيه؟ السادس. رائعة
السويرس ابن المقفع وقف يدافع عن الإيمان في القرون الثالثة من الإمبراطورية. أولاد ابن العسال ومجموعة كده من العلماء اللي ظهروا في مسكنا قالوا الدفاع عن الإيمان. في كل جيل كان ربنا بيوجد إيه؟ بعض الشخصيات تقود المسيرة في الدفاع عن الإيمان. الجيومانوس أبونا في يوسف إبراهيم
كان متميز بنبوءه وذكائه وتدينه، جه رحمة على مجموعة كده زاروا البابا كرولوس الرابع، وكان البابا كرولوس الرابع أنشأ المدرسة الكبرى اللي عملها. فلما توسع فيه الزكاة قال له ادخل المدرسة، ربما يكون
مش مطبوع. دي حاجات انا لقيتها مخطوطات لابونا في الرساله. إيمان من سلمة القطية الأرثوذكسية فيما يخص
صفة خاصة إيماننا بطبيعة السيد المسيح. كان في الوقت ده مفيش حد في الكنيسة له القدرة على الرد غير أبونا فيلوساوس الرهيب. لكن ابونا فيلوساوس بدأ يجيب
عمل الاثنين مع بعض، درس
كمل المسيرة بتاعتك. احنا طبعا في العصر الحالي كل عصر له تحديات تختلف عن الآخر. عصرنا الحالي تحديات كثيرة، لأن مجال المعرفة بقى مفتوح بصورة فيها قلب، والناس بتستسهل المعلومة. عايز معلومة؟ اطلع الموبايل كده وهقول ده ممكن ما اكتبش، ممكن اطلع الحاجة اللي انا ايه هتجيلي معلومات تاخدها، المعلومات دي صح غلط؟ المصادر بتاعتها ايه؟ فاحنا محتاجين جدا الحقيقه، مفيش قدامنا غير حاجه واحده بس، لابد يكون في تاسيس سليم محدد لمنهج قوي يمكننا من التمييز، ان نقدر نفرز. احنا مش هنقدر نغير الواقع، لكن لابد عشان ما ننجرفش نربي ولادنا على اساس قدرتهم على الفرز والاختيار. ازاي نفرز الكلام ده؟ بقوله عن خبره شخصيه، في حاجات ممكن الانسان ما يدراش انها غلط، يعني لولا الواحد قرب الاباء دول او اتيحت لي الفرصه لكتاباتهم وتبقى قدامي واقراها، كان ممكن قوي الواحد يقرا حاجات شكلها صح لكن مش صح. وده اللي بيقع فيه كتير جدا من القدام والخدمات واحيانا من الاكليروس. ناخد معلومات من غير ما يكون في اساس كويس، وبالتالي بيبقى في منتهى الخطوره. يعني واحنا بنحتفل بمئويه مدارس الاحد ونتذكر تاريخ كنيستنا وجدان هؤلاء الابطال، محتاجين نحط قدامنا ايه دورنا نحن في هذا الجيل او في هذه الاحوال، يكون عندنا الوعي. لكن نختار مهمة، هذه المهمة لا يستهين بها أبدا،
ممكن احد الاطفال الصغيرين اللي عندنا يبقى بطل، يبقى اسطى، يبقى كاهن. التعليم اللي هيتعلمه مننا احنا ممكن نتاثر في فرد، لكن هذا الفرد اللي احنا يتاثر فينا ممكن ياثر في ملايين بعد كده. ودي بطوله مسؤوليتنا. فنتمنى يعني استرجاع هذه الذكريات وتحليل هذا التاريخ المجيد اللي اتمسكنا على مدى العصور يوضح قدامنا رؤيتنا ويساعدنا على تحديد مهمتنا في الفتره اللي احنا عايشين فيها وفي خدمتنا وفي امانه ربنا. اتمنى